ما تختارش الاكسس بوينت غير لما تعرف هتديره ازاي وازاي هتأمن شبكتك بيه. فازاي شركة اروبا بتدير وتأمن الواي فاي، وازاي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هي تعمل تجربة فريدة للواي فاي. شوف الفيديو واستمتع. ايه المميزات اللي بتميز اداء اروبا واي فاي؟ الاير سلايس. بشكل افتراضي انت بتقدر تقسم الواي فاي لسلايس شرايح، بحيث كل شريحة بتديها أولوية وحجم وسرعة أنت بتحددها. فمثلا ممكن تعمل شريحة للفويس أوفر أي بي، الشريحة دي هتبقى ليها أولوية قصوى عشان ما يحصلش تأخير وقت ما حد بيتكلم في التليفون. وممكن ندي لتطبيق زي نتفليكس شريحة تكون الباندوث فيها كبيرة، بحيث إن هي تقدر تشغل الهاي كواليتي فيديو الـ 4K والـ 8K. والميزة دي هتضمنك ان كل التطبيقات هتشتغل بالشكل اللي انت تحدده. تاني ميزة هي ميزة الـ PEF او الـ Policy Enforcement Firewall، دي ميزة موجودة لتأمين الشبكة. الميزة دي بتحلك ان تحدد صلاحيات المستخدمين حسب هويتهم وحسب البرامج اللي بيستخدموها وحسب الاجهزة اللي بيستخدموها. فمثلا عمرو من ادارة المبيعات هيخش على الشبكة هياخد صلاحيات محددة، واذا استخدم الايفون بتاعه هيستخدم صلاحيات مختلفة. طيب لو حد غير عمرو دخل على الشبكة زي حد مثلا من الحسابات، هياخد صلاحيات مختلفة بشكل اوتوماتيكلي مع انه بيستخدم نفس الشبكة. ثالث حاجة الاير ماتش، ودي ميزة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في ان هي بتعين القنوات لكل اكسس بوينت، بحيث ان كل اكسس بوينت قنواته ما تخشش في الاكسس بوينت اللي بعديه او تشوش عليه. كمان اير ماتش بتنقل المستخدمين والاجهزة من تردد لتردد حسب الكثافة، وبتنقلهم من اكسس بوينت لاكسس بوينت برضو حسب الكثافة. وفي ميزة مكملة للاير ماتش اسمها كلاينت ماتش، ان النظام هيعرف اذا كان في مستخدم عالق او مهنج او مش شغال على اكسس بوينت، فبشكل اوتوماتيكلي ومن غير ما بيحس بينقله على الاكسس بوينت اللي بعده. والميزتين دول مهمين جدا وبيضمنوا اداء سلس، وبيضمنوا ان كل يوزر هياخد افضل اداء ممكن من اكسس بوينت اللي موجوده. فتامل هتلاقي الميزات دي تفرق كتير قوي. رابع حاجه هي الاي بي ام او الانتليجنت باور مانجمنت. الاكسس بوينت بيجي له باور او بيجي له الكهرباء عن طريق السويتش، عن طريق البي او اي او الباور اوفر ايثرنت. في بعض الاوقات بيجي الباور ده بقدر غير مناسب، اقل شويه من المطلوب. فايه اللي بيحصل عاده؟ الاكسس بوينت بيبدا يهنج او يعلق. الميزه دي هتخلي الاكسس بوينت يتكيف مع الباور اللي جاي له، بحيث ان الباور لو جه اقل شويه الاداء هيقل شويه، بس الاكسس بوينت هيبقى ستيبل بدل ما يعلق او يهنج. ازاي تقدر تختار الاكسس بوينت المناسب في اروبا؟ ما تسويتش الفيديو اللي جاي.